قسمية الفاضل بريك مدافع عن حقوق الإنسان مدون ومعتقل سياسي سابق كمدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر نشاطر السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان قلقها بشأن التضييقات المتصاعدة التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية الذي عبرت عنه في تدخلها أمام مجلس حقوق الإنسان وذلك بصفتنا كضحايا تمارس علينا انتهاكات خطيرة وممنهجة تنوع بين الاختطاف والاحتجاج التعسفي في مراكز سرية والتعذيب وكذلك حملات التشهير وانتهاك الحياة الخاصة وما يؤكد المقاربة القمعية المعتمدة ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان هو ما أقدم عليه السفير الجزائري المحترم في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان من تهجم وسب وقذف في حقنا أمام المجلس خلال رده على شهاداتنا حول وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وإذا كانت هذه التصرفات القمعية وقعت داخل فضاء مجلس حقوق الإنسان فلكم أن تتصوروا ما هي ردة فعل السلطات الجزائرية ضد من يتجرأ على التطرق لمسألة حقوق الإنسان داخل مخيمات نائية تعيش تحت حصار مطبق من طرف جيشها وميليشيات بوليزاريو الذين يقتلون ويسجنون ويعذبون ويغتصبون كل من يتخالف معهم الرأي لذا نرجوكم إلى الأهمية اللازمة للانتهاكات الخطيرة التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف التي لم تسمح الجزائر لأي آلية أممية لحقوق الإنسان بزيارتها إلى حد ساعة شكرا سيدة المقررة شكرا This was the last speaker we could accommodate for this dialogue.